يا مساء الفل والعظمه. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل شويه كفته وويسكي اللي هو ميه السلطه، حرش وطعمه حلو. يلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه معانا ايه؟ معانا نص كيلو لحمه مفرومه، يفضل تكون مزيج بين السره والفخده. بعد كده بصله مفرومه متصفيه من الميه، ورشه فلفل اسود، معلقه ملح، و نص معلقة من بهارات اللحمة، وطرف معلقة صغير قوي من البيكنج باودر، مش بنزود فيه عشان بيغمق، ولو هنعملها على السيخ مش هنحط بيكنج باودر. هنبتدي نعجن الخليط ده كله مع بعضه كويس قوي، ولو هنعملها على السيخ هنعجنها على الرخامة مش هنعجنها في بولة. بعد ما خلصنا تقليب خلاص هنركن الخليط بتاعنا على جنب، ونجيب الأسياخ بتاعتنا وهنبتدي نسيخ مع بعض. هنبتدي بقى نسيخ، هنبل ايدينا مية ساعة كده، ونجيب حتة لحمة بتكون تقريبا 70 جرام، ونعملها كده وندخلها على السيخ ونفرد على السيخ بتاعنا. بنعمل ايه؟ بنعمل قفلة للسيخ من فوق من هنا كده، بعد كده نبصم من هنا ونبصم من هنا ونبصم من هنا، ونعمل قفلة من تحت ونرص السيخ بتاعنا. هندخل كده ونفرد اللحمة بتاعتنا كده، ونقفل السيخ بتاعنا من فوق، ونعمل بصمة 2-3، ونقفل السيخ برضو بتاعنا من تحت. بعد ما سيخنا الكفتة بتاعتنا وبقت جاهزة بالشكل ده، هندخلها الفرن لمدة ربع ساعة على أعلى درجة حرارة. عقبال بقى ما الكفتة بتاعتنا تستوي، يلا نعمل بقى شوية ايه؟ ويسكي الصالحين كده، حاجة حرشة نمزمز فيها جنب الأكل. يلا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة معانا 3 طماطمات، هنشيل الزر بتاعها اللي هو الحتة دي كده ونركنها. الطماطم انا هقطعها كبير، هقطع كل الخضار كبير. قطعنا الطماطم بتاعتنا نحطها في البولة، بعد كده هناخد خيار برضو، هنحاول نقطع الخيار بتاعنا كبير شوية. فهنعمل ايه؟ هنيجي كده ونعمل كده، ناخد بقى الخيار برضو نحطه، ونجيب قرن فلفل حامي ونفتحه بالطريقة دي كده. قرن ده كبير شوية، هناخد نصه بس. ونحط نص قرن فلفل، ونجيب ليمونة نشيل منها الحتة دي والحتة دي، وناخدها كده، وناخد برضو نصها شرايح بس دي رفيعة شوية. هنحط نص الليمونة، ونجيب نص بصلاية المفروض حمرة بس أنا ما كانش عندي حمرة فجبت بصلاية بيضاء عادي، ونقطعها رفيع. ونحط نص بصلاية، بعد كده هنحط ربع حزمة من البقدونس وربع حزمة من الكزبرة. هنبتدي من بهار، ربع معلقة كمون، ربع معلقة كزبرة، نص معلقة شطة، ونص معلقة ملح. هننزل بمعلقة كبيرة من الخل وعصير نص ليمونة، وآخر حاجة معانا كوباية كبيرة من المية الساعة. نبتدي بقى نقلب السلطة بتاعتنا كويس قوي قوي. بعد ما خلصنا التقليب هنغطيها كويس وندخلها التلاجة ربع ساعة لغاية ما نجهز سندوتش الكفتة بتاعنا. ده كده منظر الكفتة بتاعتنا بعد ما فات عليها تقريبا ربع ساعة. العيش البلدي بتاعنا بقى الحلو السخن ده قلبيله مركب، ونجيب صباع الكفتة العظمة ده ونسحب كده ونحط الكفتة بتاعتنا بالشكل ده، ونديها شوية من السلطة اللي احنا عاملينها بس نصفي المية كويس بالمنظر ده، وندي شوية طحين. ونحط كده اول سندوتش. هنجيب العيش بتاعنا وصباع الكفتة الجميل بتاعنا ده كده ونسحبه من السيخ. صباع الكفتة هيتقسم على 2 عشان نخش معاه، ونجيب السلطة بتاعتنا ونصفيها كويس من المية
كده اهو، ونحطها في الساندوتش بالمنظر ده. بعد كده رشة الطحينة بتاعتنا بسيطة خالص، لان عاملين في الجنب طحينة، اللي عايز يبقى يزود. ونحط الساندوتش بتاعنا. نبتدي بقى نعبي شوية الويسكي اللي هيبلعوا لنا السندوتشات دي. هنجيب لوش كده او مغرفة ونبتدي نعبي المية بتاعتنا. كفاية قوي كده عشان كله ياخد. ونبتدي نصفي المية بتاعتنا وناخد السلطة اللي من غير مية نحطها في الطبق. وبكده يبقى في صحتكم، عملنا احلى شوية كفتة مع شوية ويسكي، حرشين طعمين حلوين. نكون خلصنا حلقتنا، يا رب تجربوها وان شاء الله تعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.